لكن لحد هاي اللحظة الأمر لم يحسم بعد، ننتظر ما بعد الزيارة وننتظر استئناف مجلس النواب لجلساته في الأسبوع القادم بإذن الله، حتى نفهم ما هي التوافقات، هل الكتل السنية حسمت أمرها باتجاه المشهداني حتى يتم المضي داخل مجلس النواب والتصويت باتجاه المشهداني. شيخ نعم. يعني شلون قرأت تغريدة السيد المشهداني؟ شفتها؟ قطعا اطلعنا على التغريدة، لكن سيد الكريم اليوم هذه الأمور لا تمضي باتجاه أنه غرد هذا الطرف أو ذاك الطرف، نحن ننتظر إلى أشياء رسمية صحيحة واضحة ليس بتغريدات. قطعا ممكن هذه من خلال الاطلاع على التغريدة نرى أن هناك إجماع، نأمل هذا يطبق على أرض الواقع ويجسد على أرض الواقع ويأتون إلى مجلس النواب حتى نمضي باتجاه التصويت للسيد المشهداني. إذا كانت هذه التغريدة وإذا من خلال فحوى تفاصيلها والكلام الموجود داخل هذه التغريدة ذاهب باتجاه أن الأمور حسبت وأن السيد المشهداني هو من سيكون رئيس مجلس النواب في المرحلة المقبلة.